مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس والإطلالات التي نقدمها من خلال قناتي المتواضعة. موضوع اليوم سيكون موضوع أساسي جدا بالنظر إلى أهميته الكبيرة والمرتبط بشكل مباشر بالويندوز 7. الويندوز 7 حسب تقريبا آخر تحديث في موقع مايكروسوفت يخبر ويلزم جميع المعتمدين على ويندوز 7 أنه عليهم وتوصيهم بشدة إلى ضرورة الانتقال إلى نظام ويندوز 10 قبل متم شهر يناير. إذن القطع النهائي للخدمات ديال ويندوز 7 سيكون في 14 يناير 2020. والموضوع ديالنا اليوم وهذا اللقاء اللي حاولت يأتي في سياق مساعدة كل من يفكر وكل من يريد ترقية النظام الاشتغال ديالو إلى ويندوز 10، وهذا الأمر سيكون مضطر له عاجلا أم أجلا. فشكرا لكم، ولننتقل إلى التفاصيل.